وين نسحب؟ برض النور. برض النور. إيه. فرنسي خان ترض النور. هاي البطاقة شنو رأيك بها؟ والله هي خوش خطوة، يعني تقضي على الأزمة مال البنزين إن شاء الله، وتقضي على الإجراءات، يعني إن شاء الله كل واحد يصير سراب بالأسبوع أو اللي هو حصة وتروح تفول بدون ازدحام، حتى ما نقف ساعتين وثلاثة. نلغيها لو مبقية. لا تبقى أحسن إن شاء الله. أحسن. إيه طبعًا. لأن كل مواطن يعرف حصته إيش قد. فعلونية وعلى سلم مستعمل الشلات، شلات ما بيها سيارة سيارتين عن فون فون وتطلع عادي والله. الشغلة يعني. لا ذاك الازدحام ولا شيء. وين الإشكالية؟ وين المشكلة؟ الإشكالية سمي الوجبة الثانية هاي ساعتها. فانك يمكن سجل وما جاء قال لك معاون السماغي ذا البطاقه. شنو رايك بالبطاقه الوقوديه تبقى لو تنلغي؟ والله هي علوه تبقى الشكل يعني خوش يعني عم فول من القاهره وما كل الازدحام ماكو بيها. علوه تبقى بيها ان شاء الله. السبب سبب قله الموظفين اللي يتعاملون مع البطاقات. فواحد يستلم واحد على الوجبه الاولى واحد على الوجبه الثانيه، نفس الحاسبه وضعت بالعالم كله لاختزال هذا الروتين وتبسيط الامر على المواطن. لكن الحاصل انه اللي يصير انه عن طريق حتى الحاسبة اللي هي تقنية حديثة ما تحقق المرجو منها اللي هي اختزال هذا السرعة. مستلمتوها قبل 20 يوم ازدحامات البنزيخانة كلها وانطوني كود، هسه هاي 4 بنزيخانات افتر عليها يقولوا لي بنزيخانة تبعثني على البنزيخانة تقول لي روح حدث الكود، انت ليش ما فولت بيها؟ اعرف هذا هسه رقم سيارتي واسمي ورقم السنوية وكامل كاملة مكملة، شنو ما يحدث أنا محدث وكامل، ليش 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 ما يحدثوا لي هي؟ ليش يعني ليش ما يخلوني أفول؟ هذا الرجل من استلم البطاقة ما راح فول مباشر. الكود هذا ماله توقف. زين؟ لازم مباشر من يستلم يروح يفعل، هسه هو ما انفعل لحد الآن. لجنة التفعيل موجودة بالشلالات وموجودة بمحطة الأحمد. يروح هو فعل لغونه ليش ما قال لي خلال 6 ايام ترى اذا ما تفعلها ترى راح تسقط وتتبهدل اعرف يا اخي يعني كان بين انت تفعل وتفول انت ما رحت تروح تفعل بالشلالات ماشي تم حل المشكله جنابك شلون تشوف عمليه التوزيع ليش اكو زخم والله الزخم الوجبه الثانيه انطلقت قبل يومين صار يعني زخم بين الوجبة الأولى والوجبة الثانية الناس كانت كلها ما تجي ما مقتنعة أنه البطاقة شافوا صحيح مدة المحطات أن تفتح البطاقة الوقودية ومحطات اللي على البطاقة فارغة والمحطات اللي بدون بطاقة زخم يعني فظيع من صار فعلا الموضوع يعني بجد شوف هذا شوفت عينك الناس جد يعني البطاقة الوقودية هل ستستمر أم والله تعليمات الشركة مالنا أنه استمرار وتعليمات يقول أنه 1/7 أن الموصل كلها بطاقة وقودية هذا اللي إحنا نعرفه السيارات المعدة بطاقة وقودية يعني لابد أن يعملوا له مثل كركوك يعملون مثلا للوافدين لازم فت كمية للوافدين اللي يجيك من بغداد اللي يجيك من الأقليم اللي يجيك من كذا لازم يعني هي مو إلا تنقف يتم تسجيل العجلات من قبل لجنة مشكلة بهذا الخصوص من قبل دائرة النفط المنتجات النفطية تأخذ البطاقة التموينية اللي تعتبر هي الأساس لأنه على المراكز التموينية اللي تسجل عليها إضافة إلى سنوية العجلة وإضافة إلى الهوية هوية المالك ويتم تسجيلها تذهب إلى تعبر البطاقة إلى المراكز اللي موجودة كل محطة بها 3 مراكز تموينية تستقبل مثلا محطة أرض النور تستقبل الجزائر تستقبل المثنى وتستقبل النصر المحطات اللي موجوده كذلك المشرق الزهور ويعني منقسم عليكم نقدر نقول كم منطقه 3 مناطق على المراكز التموينيه هي تجي على المراكز التموينيه على الهويه الموجوده المطلوب اما زياده بالكادر حتى تتم العمليه بصوره جيده وسريعه جدا او طريقه يعني اسلوب اخر جديد يتمكن من عنده حتى يمشي الموظف لانه زخم حاصل جديد وارهاق بالنسبه للموظف واحنا نريد يعني القوات الامنيه تقف ويا المواطن حتى تسوي انسيابيه بالسرعه